لما بلغ 40 عاما جلس ياسر رزق على مقعد رئيس التحرير لتتحقق النبوءة التي طالما بشر بها من أساتذته وأصدقائه. لم يكن جلوسه في هذه السن الصغيرة على مقعد رئيس التحرير مجرد ترقية وظيفية، إنما كان استدعاءً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل مجلة كان يقتصر توزيعها في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون، ثم وصل توزيعها لأرقام غير مسبوقة في كل محافظات مصر. تجربة مجلة الإذاعة والتلفزيون تجربة هتفضل شاهدة على عبقرية هذا الرجل، هذا الرجل المعجون بمية الصحافة. لما وصل لمرحلة أن هو رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون عمل فيها نقلة رهيبة، طفرة رهيبة جدا. ما هو النقلة والطفرة دي مش هتيجي من فراغ، من كل المرحلة اللي شغل على نفسه فيها خليته يعمل هذه النقلة اللي مصر كلها ساعتها كانت بتتكلم عليها. لما تولى رئاسة التحرير كل بقى المخزون القديم طلع، من أول ما كان في إسماعيلية وشاب وشاف حرب الاستنزاف، وبعدين لما بقى محرر عسكري وزقنا الاستفادة الكبيرة اللي طلع بيها، وبعدين محرر رئاسة يعني يطلع من عندنا يطلع الرئاسة عشان يحضر مؤتمرات لسيادة الرئيس ويشوف الوزراء والكلام ده كله، وبعدين التعليم في أكاديمية ناصر زي ما قلت لك، كل الكلام ده المشروعات كل الكلام ده اداله زخم. أما بيقعد على كرسي بقى ورئيس تحرير بيسترجع كل الكلام ده من جواه، فعشان كده كان متميز ياسر وكان له مصداقية في الشارع المصري، ما كانش منحاز لأي طرف. حصير لحضرتك اللي حصل في مشهد سينمائي. جه اليوم الأولاني اللي المفروض فيه إن ياسر رزق هيتولى رئاسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. فاكر لغاية دلوقتي المشهد الأولاني في دخول ياسر علينا وهو حاسس نفسه اللي هو يعني مش ابن المجلة، وهو جاي من مؤسسة صحفية أخرى عشان يتولى رئاسة تحرير المجلة. كان في استقبالنا يعني ثورة عارمة، وطبعا احنا متفاهمين ده تماما لانه ده حقهم، متخيلين ان حد جاي من بره المجلة وهيحصل انقضاض عليها وعلى احلام كل من فيها وطموحاتهم. فاكر كويس قوي وهو بيسلم على كل واحد فينا وبيبص في عينيه، ان اللحظة دي بالذات عرفت قد ايه ياسر رزق بيجمع ما بين الذكاء الشديد وفي نفس الوقت الإنسانية كبيرة. الساعة 5 بدون دخول في تفاصيل كان كل المحررين والقائمين على العمل في المجلة قاعدين على مكاتبهم بيجهزوا الأفكار بتاعت العدد الجديد بمنتهى الحماس واختيار كل واحد منهم القطاع اللي عايز يشتغل فيه. بعد المشهد ده بشهر بالضبط بشكل سينمائي كده زي ما بقول لحضرتك، مجلة الإذاعة بتحتفل بأنه نسبة المرتجع من مؤسسة التوزيع كية صفر. نجح خلال فترة وجيزة أن يحول مجلة الإذاعة والتلفزيون إلى من أكثر المجلات مبيعاً في مصر، كأحد الأعداد أو أعداد كتيرة وصلت في مبيعاتها لأكثر من 40,000 نسخة في وقت كانت في مجلات أخرى ولا تقل عراقة عن مجلة الإذاعة والتلفزيون، يعني بتحقق أرقام ضئيلة جدا بالنسبة لمجلة الإذاعة والتلفزيون. الأستاذ ياسر رزق كان عنده قدرة مدهشة، يعني أقل ما توصف بأنها قدرة مدهشة، على أنه يقدر إزاي يستخدم البعد المهني والبعد الإنساني عشان يوصلك لأقصى طاقة ممكنة. هي دي الخلطة السرية، إمتى يبقى حازم جدا، إمتى يبقى هادي، إمتى يستطيع أنه يقود المنظومة بأريحية تامة من غير ما يبان. عنده الحس الإعلامي الأمني اللي يتقال واللي ما يتقالش، ودي من نادر تلاقيها، لكن الحس الأمني عند الصحفي أو الإعلامي مهم جدا، وياسر كان بيتمتع بهذا الحس.